كلماتكم. السلام عليكم. أنا تلميذة من مؤسسة ابن سينا، اسمي فاطمة زهراء عبيد، الأخت اسمها نسرين، اسمها نسرين والأخت أسماء. حنا تلميذات تعرضنا للطرد من طرف سيد المدير نور الدين المنصوري. دابا 5 أيام باش ما دخلناش للمؤسسة، دابا 6 أيام باش ما دخلناش للمؤسسة، باش ما دخل ضاعوا علينا بزاف ديال الدروس، بزاف ديال الامتحانات. حنا ما عرفناش يعني بأي حق كيحبسونا، بأي حق؟ علاش؟ لأن السبنية طويلة، لأن السبنية طويلة. كيقول لك واش حنا السبنية طويلة يحرمونا من الدراسة؟ علاش حنا ماشي مغاربة؟ حنا يا مغاربة وهذه دولة إسلامية. السلام عليكم. أنا الأم نسري، تعرضت بزاف للإهانة، كيقول لها الساعية، كيقول لها مشي تسعى، مشي بلاصة تسعية، وأنا ما راضياش بهذا الشيء اللي واقع لبنتي. وعاد سكوتيري دلبا مشى يضرب لي بنتي، ما خصوش يضرب لي بنتي، ما عنده علاش يقيسها، ما يقصليش بنتي، صافي ما يقصليش بنتي، وأنت خصها ترجع تقرا. السلام عليكم. انا كنت تعرضت للعنف بسبب السكيورتي، يعني احنا كنا طلعنا النيابه قدنا هبطوا الباب، بقى واقفين باب المؤسسه، احنا هبطنا باب المؤسسه بقينا واقفين، قالوا لنا ما تحركوش. احنا داكشي اللي عملنا، ملي بقينا واقفين باب مؤسسه السكيورتي خرج قال ما عندكمش الحق تبقى واقفين هنا باب مؤسسه. قلنا له علاش ما عندناش الحق؟ النيابه قدنا بقى واقفين مؤسسه حتى يدخلوكم. في الاخر قلنا نوضوا من هنا او لا نقلع شي وحده فيكم الحجاب. بقى كيقول علينا شي هضور اللي ما نقدرش نوصفه لكم. صافي ديك ساعتك قلنا اذا ما نضتش شي وحده غنحيد لها الحجاب. ديك ساعتك قلع لي الحجاب هيدا في وسط الناس، والدليل حتى تقطعت السبنيه، هاي السبنيه فيه مقطع. انا نقول لك الا بغيتي تعدل هذا اللباس هذا مشي سوريا ولا السعوديه. علاش هذه ماشي دوله؟ هذه ماشي دولة إسلامية اللي حنا مشو السعودية، هذه ماشي دولة إسلامية. حنا الحمد لله دولة إسلامية عربية وعندنا الحق، حتى حنايا عندنا الحق. دابا كنطلبوا من النيابة، كنطلبوا من الجمعيات، كنطلبوا من وزير التعليم أن يرجعنا حقنا. راه حشومة حنا تلميذات زعما كنقراو كنبذلوا المجهود ديالنا بزاف، كنقراو مزيان، يعني كنبذلوا المجهود ديالنا. ما عمر شي استاذ اشتكى منا، ما عمرنا ما عدلنا شي شغب، ما عمرنا ما عدلنا حتى شي حاجة. كنحترموا الاساتذة، كنحترموا اي واحد. حشومة عليهم ان يحرمونا من التعليم على ود سبنية طويلة. حشومة عليهم او لا؟ من حقنا ان المغرب حرية، دولة الحريات، كيامن بحرية الديانات كاملة. واش تكون يهودي تكون نصراني الا تكون مسلم؟ راه حشوم عليهم. حنا زعما مسلمين خصهم يساندونا، نتاعو البشر ونعسوا رب البشر. راه حشوم عليهم بزاف. واش الجمعيات الدوله كتقول جوج مليون طفل محروم من التعليم حيت ما عندوش ظروف الملائمه، وحنا عندنا الظروف الملائمه. حنا زعما في مدينه عريقه، مدينه كبيره، طنجه، ومحرومين من التعليم، مدرسة حدانا ومحرومين من التعليم، علاش؟ بأي حق؟